علي البقلوطي نائب رئيس جامعة صقلاس مكلف بالبحث العلمي والشراكة الدولية. اليوم الموعد في المعهد العالي للتكنولوجيا في هذه النولة حول التصنيف وفيما يخص المشروع بيوتك. أول حاجة مشاريع الجودة كما تعرفوا في تونس هي مشاريع ممولة من البنك العالمي ما يسمى بالبروجي باك، واللي خطوة أشواط كبيرة نعتبروها في الجامعة التونسية. جامعتنا كيف كيف عندها خطوات استباقية في هذا الصراع وفي هذا التسابق، ولكن اللي نحب نقوله اليوم انه ما هي نتيجة الجودة وشنو اليوم نعمله بالجودة، وهذا السؤال اللي يطرحه الناس كل، اول حاجة المجتمع المدني، ثاني حاجة الطلبة، ثالثا على الأساتذة، لماذا كل هذه المشاريع وهذه التمويلات وشنو نعمله. اول حاجة مشاريع الجودة هي تصب معنا بطريقة حينية في مشاريع تصنيف الجامعات في العالم. احنا كما تعرفوا اليوم العالم ولا قرية صغيرة، وجامعاتنا قاعدة تخطو خطوات جدية في التصنيف الدولي، وآخرها مخرج في البريطاني تايمز هير إدوكيشن يونغ اللي تصنفت فيه جامعة صقلاس في الدرجة الأولى على مستوى البحث العلمي أو جودة البحث العلمي، هذا شرف كبير. ثاني حاجة كنا في التوب 500 في البلدان العالم في الجامعات اللي عمرها أقل من 5 سنين، ولينا في التوب 300، وهذا يعني أنه الطاقات البشرية والذكاء البشري والذكاء الصناعي قاعد يعمل في مستواه وقاعد يعمل في الخطوات اللازمة في بلادنا. اللي نحب نقوله آخر أنه على مستوى الجودة وعلى في التكوين والبحث وعلى مستوى التصنيف، اليوم الجامعة التونسية قاعدة تستقطب أكثر طلبة أجانب. كنا في جامعة صقلاس في 2020 تقريبا نستقطب 1% من الطلبة الأجانب، اليوم وصلنا تقريبا 4.3%، أو ما يعني إلى حد اليوم تقريبا 1196 طالب مرشحين على 29 جنسية، منهم جنسية فرنسية، وهذا شرف كبير انه نقتقبوا جنسيات اوروبيه باش يحضروا لي دبلوم تاعهم في جامعه صقلاس، وهذا ما يعني الا على جديه الجوده وما يعني الا على جديه التكوين والبحث اللي قاعدين نقوموا فيه. جامعه صقلاس تتشرف برشا في افتتاح مثل هذه التظاهرات، لانه اليوم الجوده كما تعرفوا هو معيار وهو ليس خيار بل هو تسابق، ومش كل واحد يجي يقول انا نمشي نعمل جوده يلبس السبادري نتاع الكورس ويقوم نجري، لا، الجوده فيها معاييرها، فيها قوانينها، فيها نوامسها، وان شاء الله مع كل الاخصائيين اللي قاعده تعمل بهم الجامعه قاعدين نخطو في خطوات ثابته. وشكرا على الاحاطه ويعطيك الصحه. شكرا. شكرا على الاستضافه. علي بوغات استاذ تعليم عالي بالمعهد العالي للتكنولوجيا بصقلاس، شرفتونا اليوم بحضوركم في المعهد في هذه الندوه، ندوه تخص الجوده والاعتماد في قطاع التعليم العالي. اليوم ان شاء الله الندوه هذه باش تنظم في اطار مشروع بيوتك تونيزيا اللي هو مشروع ممول من طرف الاتحاد الاوروبي ويندرج تحت برنامج ايراسموس بلس. هذا البرنامج هو عبارة عن شراكة بين 3 دول أوروبية هي إيطاليا وفنلندا والبرتغال، وأربع جامعات تونسية اللي هي جامعة منوبة، جامعة جنوبة، وجامعة صقلاس، والمنسق الدولي اللي هو جامعة المنستير. يهدف هذا البرنامج أساسا لتحسين التشغيلية في مجال البيوتكنولوجيا، وهذا في الحقيقة هو رهان يقوم به تقوم به وزارة التعليم العالي أترافير لزونيفرسيتي تونيزيان، باش إن شاء الله نحسنوا من جودة الهياكل الأكاديمية، نحسنوا إن شاء الله من التنافسية الدولية، باش نستقبلوا مزيد من الطلبة الأجانب، وهذا كله باش يصير إن شاء الله بتضافر جميع الهياكل المدخلة في قطاع التعليم العالي، من عملاء، من موظفين إداريين، من أساتذة، وكل ما هو عنده صلة بقطاع التعليم العالي اللي هي يعني الجودة يلزم نفهمه اللي هي ثقافة، والثقافة هذه ما تتركز إلا بآليات الجودة باش نسيروا إن شاء الله قطاع التعليم العالي في الجامعات التونسية إلى أعلى المراتب، وإن شاء الله تكون الجامعة التونسية يعني الريون على شان انترناسيونال، وكما كنت نحكي استقطاب مزيد من الطلبة الأجانب. 5 سنوات طول حكينا برشا على الجودة داخل المؤسسات، اليوم وين احنا من الجودة؟ احنا صحيح هو سؤال يتطرح ديما، احنا بدينا نركز في آليات الجودة، ما زلنا بعيد على بعض الجامعات الدولية اللي هي في الكلاسمون بعيدة علينا، لكن احنا بارافور الافريك وليبي دي العرب، احنا نحكي على جامعة صقلاس ولا جامعة تونس المنار، احنا في الكلاسمون في مراتب متقدمة جدا، ومنافسة يعني كبيرة ومنافسة قوية، تطلب مزيد من الحرص على تركيز آليات الجودة، تطلب مزيد من التحسيس بقيمة الجودة والاعتماد، ونقول زادة اللي الجودة هي
هي لبنة من لبنات الاعتماد، واللي الاعتماد هو نتيجة لتركيز آليات الجودة. إن شاء الله مع بعضنا الناس الكل باش نقدموا الجامعة التونسية. شكرا.